بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم للإمام الرضا عليه السلام وللسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وأن يجعل ميلاد الإمام المهدي الإمام المهدي عليه السلام مباركا لكم ولنا جميعا ببركة الصلاة على محمد وآله. نعيش هذه الأيام ذكرى مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعشرة المهدوية. من الوظائف المهمة للمؤمنين في عهد الغيبة الكبرى هو الانتظار. ما هو الانتظار؟ ولماذا الانتظار؟ الإنسان في حياته يصاب بمشاكل، وكثيرا ما هذه المشاكل مستعصية على الحل، يصعب للإنسان حلها ولا يتمكن من التكيف مع تلك المشاكل، سواء مشاكل سياسية، إنسان مضطهد في بلده أو مهجر من بلده، أو مشاكل اجتماعية، بعض الأحيان زوجان حياتهما جحيم حسب ما يقال، بسبب أن أحدهما لا يرضى بأن يسير على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وبينه الرسول والأئمة، وكلما الآخر يريد من الأول الزوج أو الزوجة أن تنظم أو أن ينظم حياته أو حياتها طبقا لإرادة الله، الطرف الثاني لا يستجيب، وقد تكون هناك توقعات
وقد تكون هناك اختلاف في يكون هناك اختلاف في الأذواق أو ما إلى ذلك، وكلنا قد سمع بمشاكل بين الزوجين، فأحدهما يرى أن هذه المشكلة مستعصية. هنا مشكلة اجتماعية، مشكلة أسرية، مشكلة قومية ومشاكل أخرى، لعلنا نعيش بعض هذه المشاكل أو نسمع أن الآخرين يعيشون هذه المشاكل، وخاصة في هذا العصر المليء بالمشكلات، لأن الحضارة الغربية هي الحاكمة في عالم اليوم ودخلت حتى في بيوت المتدينين عبر التلفاز وغيره. فلذا المشاكل التي يعاني منها المجتمعات الغربية الاجتماعية الأسرية بدأ يظهر أعراضها في المجتمعات الإسلامية أيضا حتى في صفوف المتدينين. وكثيرا من الأحيان الإنسان المتدين يعيش في دوامة، في مشكلة، من طرف الثقافة الغربية تقصف بيوتنا بطريقتهم التي لا تنسجم مع الطريقة الإسلامية نهائيا، ومن طرف آخر هو إنسان متدين وهي متدينة وتريد أن تعمل حسب الشرع، فهذه الازدواجية توجب وتسبب مشاكل كثيرة جدا، وخاصة أن الكثير يتابع الأفلام والمسلسلات وأفلام الكارتون مثلا خاصة الصغار، وهذه تقصف عقول المشاهد بالثقافة الغربية، وإنتاج هذه الأفلام والمسلسلات والكارتون وأمثال ذلك ليس لملء الفراغ فقط، وإنما هناك خبراء نفس، هناك مؤسسات تابعة للكنيسة، هناك مؤسسات اجتماعية تنظم وترتب هذه الأمور. فالإنسان يتأثر بما يرى. الحديث الشريف: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. الكلام قد يكون هذه الرواية في النظرة المحرمة إلى الأجنبية أو إلى الأجنبي، ولكن الملاك أعام، النظر والبصر في كثير من الأحيان يكون طريق إلى إبليس، كسهام تدخل في عين هذا الإنسان وفي مخه ترديه تهلكه. فالمشاكل الآن كثيرة، وطبعا كثير من الأحيان المجتمعات والناس يعيشون في مشاكل. الإنسان الذي يعيش في مشاكل، وخاصة إذا كانت مشاكل مستعصية غير قابلة للحل، إذا عنده أفق للحل، أمل للحل، يتمكن من تحمل المشكلة. لكن إذا أغلق أمامه باب الحل، عادة ينهار أمام المشكلة. المريض الذي مبتلى بمرض صعب ومستعصي، يقولون اعطه الأمل. الطبيب لا يخبره بحقيقة حاله، يقول لمن يحيطون به: لا تخبرونه بالمرض المستعصي الذي ابتلي به، اعطوه أمل. لماذا؟ لأن المريض لو فقد الأمل ينهار فورا. إذا هم أكو احتمال لشفائه ولعلاجه، هذا الاحتمال هم يصير معدوم، لأن نفس الإنسان تؤثر على جسمه كما أن جسم الإنسان يؤثر على بدنه. الإنسان المغموم يبتلى بأمراض بدنية أيضا، والإنسان المسرور
حتى الأمراض البدنية قد الحالة الروحية تخفف هذه الأمراض أو تعالجها. المقاتل الذي هو في جبهة القتال إذا هؤلاء حوصروا من قبل العدو ويعلمون بأن العدو أقوى منهم وأكثر منهم عددا وعدة، هذا المقاتل وهؤلاء المقاتلون إذا علموا بأنه خلص ماكو أي أمل لأن يأتي هناك إمدادات لهم، ينهارون يستسلمون. لكن إذا عندهم أمل بأن هناك على كل حال قوات ستسعفهم بعد يوم بعد يومين بعد ساعات، يقاومون ويستمرون في القتال. وبعض الأحيان القادة يعطون أمل كاذب للمقاتلين، ماكو هناك قوات إمداد، ولكن يكذبون على الجنود. لماذا؟ ليعطوهم المعنويات النفسية والروحية والمعنوية حتى يستمر، ولعله تمكن من أن يفك الحصار مثلا. فهذه الحالة النفسية تؤثر على الإنسان إيجابيا أو سلبيا. ولذا عد في القرآن الكريم الله عز وجل يقول، يعد اليأس من روح الله من أكبر المحرمات، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني الذي ييأس من روح الله، من نصر الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله، هذا يصنف ضمن الكافرين واقعا حتى إذا كان باللسان مؤمنا. وهذا من أكبر المحرمات، يعد من الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا واحد اجتنب الكبائر الله عز وجل يكفر عن سيئاته. من الكبائر اليأس من روح الله، إذا واحد يائس لماذا؟ لأن اليأس من روح الله يسوق الإنسان إلى ارتكاب أكبر الجرائم. عندما يأس من رحمة الله يقول خواني على أول تالي في نار جهنم، فلماذا أتورع؟ لماذا لا أرتكب المحارم؟ لماذا كذا؟ وقضية حميد بن قحطبة معروفة، رآه في شهر رمضان يتغدى ودعا ضيفه، والضيف بدأ بالأكل ثم تذكر بأنه شهر رمضان فأمسك، قال له هذا شهر رمضان شلون أنت تفطر؟ تبين هذا يائس من رحمة الله لأنه قتل 60 سيدا علويا من ذرية علي وفاطمة عليهم الصلاة والسلام، وهذا سبب بعد هذا العمل أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى فيرتكب أي جريمة أخرى، لا يلتزم بأي واجب، يفعل أي محرم. ليش؟ لأنه يائس من رحمة الله، يقول خلاص أنا في نار جهنم فلأفعل ما أفعل. وفي العصور متأخرة وعاصرنا بعض أمثال هؤلاء الأشخاص، مرتكب لجريمة فيائس من رحمة الله، لأنه يائس من رحمة الله فيرتكب أي جريمة أخرى، في حين الذي يرتكب جريمة إذا مو يائس من رحمة الله باب التوبة مفتوح أمامه، والله عز وجل تواب رحيم. إذا الإنسان تاب، حقوق الناس كانت في ذمته أداها، حقوق الله كانت في ذمته أداها، ثم قال استغفر الله ربي وأتوب إليه، الله عز وجل يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني حتى الجرائم الكبيرة إذا حقيقة تاب. فاليأس يردي الإنسان ويهلكه ماديا ومعنويا. ولذا حتى الآن في علم النفس يقولون أكو بعض الناس نفسياتهم نفسيات فرحة، نفسيات متفائلة، نفسيات متأملة، نفسيات فيها الأمل، هؤلاء ينجحون في حياتهم المادية. وهناك ناس متشائمون، نظرة متشائمة عنده، بعض الناس هالشكل في الأسرة
نظرة متشائمة عنده، دائما ينظر أو تنظر الوجه السلبي من الحياة، الوجه المظلم، أو حسب المثل القسم الفارغ من الكأس. ذول الأشخاص دائما حياتهم متحطمة، الحياة الزوجية متحطمة لأن أحد الزوجين متشائم، فكل شيء ينظره من منظاره المظلم، نفسية منقبضة. حتى إذا لا يؤذي زوجته أو لا تؤذي زوجها، الإنسان اللي نفسية منقبضة يسبب أذى نفسي للآخرين. يعني إذا إحنا قاعدين في مكان نشوف واحد مهموم مغموم زين، نفوسنا أيضا تنقبض، تأثير هذا طبيعي لأن الإنسان يتأثر. فواحد لا يقول أنه أنا لا أؤذي زوجتي، أو الزوجة تقول لا أؤذي زوجي زين، بكلام أو بعمل، نفس الانقباض، نفس اللي الإنسان يبدو على وجهه وجناته الحزن والتشاؤم، هذا يؤثر في الطرف المقابل. في حين أن الإنسان المتفائل، هذا الإنسان يظهر التفاؤل على وجهه وعلى فعله وعلى تصرفه. وفي الحديث الشريف: ما أضمر أمر ما أضمر امرئ أمرا إلا ظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فالإنسان المتفائل إذا هو في تجارة ينجح في تجارته، إذا هو في طلب العلم ينجح في طلب العلم، إذا هو في أي مجال من المجالات ينجح. بس الإنسان المتشائم يفشل في حياته الزوجية، في حياته الأسرية، في حياته الاجتماعية، في تجارته، في درسه، في مدرسته، في جامعته، يفشل ويعيش الكابوس الدائم. هذا بالنسبة إلى الدنيا. والإنسان الذي ليس له أمل، يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا هذه الحالة تسوقه إلى نار جهنم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانتظار الفرج وهو من أفضل أعمال الأمة كما روي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا من أسبابه ومن فوائده ومن علله، لعله هذا الأمر، أن الإنسان الذي ينتظر الفرج لا ينهار في المشكلات. وخاصة أن الشيعة في طول التاريخ ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالحكام الظالمين، وكثير من الأحيان يعيشون في مجتمعات ظالمة، دائما مشاكل. الإنسان اللي دائما في مشاكل طبيعيا تصير له حالة تشاؤمية، طبيعيا نفسيته تصاب بالانهيار، لكن حينما يكون منتظرا ما ينهار. ولذا الآية الشريفة التي تلوناها في أول الكلام حول شعيب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول شعيب لهم الكفار: قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. زين، أنتم انتظروا عذاب الله، هذا تهديد لهم. إني معكم من المنتظرين يعني شنو؟ يعني أنا أيضا أنتظر رحمة الله سبحانه وتعالى، أنتظر أن الله سبحانه وتعالى ينجيني منكم. ولذا بقية الآية الله عز وجل يقول في الآية الأخرى، الآية 103 من سورة يونس: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. يعني بعد هذه الحالة من الانتظار الله عز وجل ينجي الرسل والذين آمنوا، بعدين يعمم: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فإذا احنا عشنا في حالة من الأمل، هذه الحالة تسبب أن لا ننهار، تسبب أن نقوم بوظائفنا الدينية والاجتماعية حسب ما أراده الله سبحانه وتعالى. لأن الانتظار مو معنى أن الإنسان يضع رجلا على أخرى ويقول أنا منتظر، لا، الانتظار معناه أن يؤدي ما عليه من الواجبات الدينية الاجتماعية الأسرية، ثم في المشاكل يحاول حل تلك المشاكل
وفي الأماكن التي الحل أو الذي الحل يكون مستعصيا عليه، في تلك الحالة ينتظر، انتظروا إني معكم من المنتظرين. في الحديث الشريف في تفسير العياشي في البحار عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. لأن الصبر معناه من ضمن معناه عدم الانهيار أمام المشاكل. ما أحسن الصبر وانتظار الفرج، أما سمعت قول الله تعالى: وارتقبوا إني معكم رقيب، وقوله الإمام الرضا يقول وقوله عز وجل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فعليكم بالصبر، فإنه إنما يجيء الفرج إنما يجيء الفرج على اليأس، فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم. في رواية أخرى أبو بصير يروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد إلا به، أي عمل غير مقبول إلا بهذا الشيء. لأن كثير من الأحيان الأعمال تكون: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في آية أخرى: حبطت أعمالهم. فالعمل لا يقبل إلا بهذه الأمور. شنو هي هذه الأمور؟ الإمام الصادق يقول: فقلت بلى. أبو بصير يسأل الإمام: بلى يعني علمني. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا، إلى أن يقول، الحديث شوية طويل، والتسليم لهم يعني لأولياء الله. هذا كله في الجانب الاعتقادي، الشهادتين والإقرار بما أمر الله سبحانه وتعالى، الولاية والبراءة، هذه أمور قلبية. هذا الشق الأول. والشق الثاني القسم العملي، الإمام يقول: والورع. الورع هي الرتبة العالية من التقوى، والورع والاجتهاد يعني العمل الشاق. العمل واحد لازم يعمل يجتهد. الفقيه هم يقال له مجتهد، لماذا؟ لأنه يتعب، مو قوتره صار مجتهد وفقيه، وإنما اجتهد يعني تعب وبذل جهده. والاجتهاد والطمأنينة، نفسك تكون مطمئنة، لا تتزلزل في المشاكل، والانتظار للإمام المهدي عليه السلام. فالانتظار الدرجة الأخيرة. يعني شنو؟ يعني أنت تكون ورع، تكون مجتهد يعني تبذل جهدك، ونفسك تكون مطمئنة، وبعد ذلك حسب الترتيب أيضا في الأمور التي لا تتمكن أن تقوم بها أن تكون منتظرا لأمر الله ولظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا الانتظار ليس لأجل مصلحتي الشخصية، انتظار أمر الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الأحيان الإنسان ينتظر لمصلحته الشخصية، أنا عندي مشكلة، هاي المشكلة تنحل. هذا النوع من الانتظار في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة. لازم يكون انتظار لأمر الله سبحانه وتعالى. فد واحد قال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث ما معناه: متى أمركم حتى نستريح؟ إيش وقت حكومتكم أنتم أهل البيت حتى إحنا نستريح؟ الإمام قال له: صح، أسكت. إذا قام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فرهبنة بالليل وجهاد في النهار. لا تتصور ذاك الوقت حسب تعبيرنا تنبلية، يعني لا، رهبنة في الليل يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، وجهاد في النهار يعني عمل. لأنه النظام السليم لا معنى
الكسل فيه، هذا كان يريد بمعنى الكسل، لا معنى الكسل فيه. النظام السليم نظام يقوم على العدل وعلى العمل وعلى التقوى. البعض يأخذ الانتظار بهذا المفهوم، أكو مشاكل إحنا عندنا الله يجي يحل مشاكلنا. صحيح أن الله سبحانه وتعالى الإنسان لازم يتأمل أن يحل مشاكله، لكن انتظار لازم يكون انتظار لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا هم تنحل مشاكلي لأن أمر الله قد وقع فانحلت مشاكلي، وإلا لا سمح الله يتحول إلى انتظار سلبي مثل انتظار اليهود لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله. درون اليهود كانوا في المدينة، لماذا كان اليهود في المدينة؟ سؤال. بنو قريظة، بنو قينقاع، ما أدري، يهود في خيبر، من جابهم إلى المدينة أو أطراف المدينة؟ لأنهم قرأوا في كتبهم أن الله عز وجل يبعث النبي في آخر الزمان، في آخر الزمان من هذه البقعة، نبي آخر الزمان من هذه المنطقة يظهر، فلذا هاجروا إلى هذه المنطقة واستوطنوا هذه المنطقة، لا لأجل انتظار أمر الله سبحانه وتعالى، لحفظ مصالحهم، حتى النبي يكون منهم يتكاشخون به. ولذا حينما المشركون من أهل المدينة وأطرافها حينما كانوا يظلمون اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا. الله عز وجل في القرآن في سورة البقرة يذكر هذه القضية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يطلبون الفتح على هؤلاء الكفار. كانوا يقولون لهم انتظروا، بعد فترة الله سيبعث رسول منا ونحن فسينقذنا منكم. ويقال إن من أسباب تعجيل قبول أهل المدينة لرسالة رسول الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، هو هذا. كانوا سامعين من اليهود أن النبي في هذه المنطقة، فلما سمعوا ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله جاءوا وأسلموا، قالوا فلنسلم نحن به قبل أن يسلم به اليهود. فلما اليهود شافوا عجيب، هذا النبي ما كان من بني إسرائيل، كان من العرب، كفروا به. ليش؟ لماذا؟ فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به. لماذا؟ لأن انتظارهم ما كان انتظار لأمر الله، كان انتظار لمصالحهم، ما كان انتظار لظهور رسول الله صلى الله عليه وآله وبعثته، كان انتظار لمصالحهم. هذا اللي انتظاره هالشكل هذا انتظار سلبي. ولذا في بعض الأحاديث أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر بعض الناس الذين كانوا ينتظرونه لكن انتظار سلبي، يقولون يا ابن فاطمة ارجع، لا حاجة لنا بك، والعياذ بالله. هكذا يكون حالهم. احنا لازم ننتظر انتظار لأمر الله، أن الإمام عندما يظهر العادل يقام على الأرض، ومن ضمن مشاكلنا هم تنحل، لكن ليس الهدف فقط حل مشاكلنا الشخصية، فنكون منتظرين للإمام انتظارا حقيقيا. فإذا كان هذا الانتظار الحقيقي كما يقول الإمام الرضا الرواية اللي قريناها، ألا أخبركم الإمام الصادق بما لا يقبل الله عز وجل من العباد إلا به، أخير بند كان، والانتظار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتظرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الله.